المعركة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب تدخل مرحلة جديدة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع. في تطور جديد، تمكنت قوات الجيش والمقاومة من تحرير مواقع عسكرية في سلسلة الجبل الأحمر وأتياس القريب من مركز المديرية بعد معارك عنيفة شهدتها المنطقة خلال 24 ساعة الماضية، في حين صدت وحدات أخرى من الجيش والمقاومة هجوما واسعا للميليشيا والمخلوع في المخدرة، أوقع قتلى وجرحى من الميليشيا حسب ما ذكر المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية هناك. العمليات العسكرية للجيش والمقاومة سندها غطاء جوي لقوات التحالف العربي، حيث شنت سلسلة من الغارات على مواقع عسكرية تسيطر عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع في صرواح، حيث تسعى للعودة من جديد إلى مناطق حررتها قوات الجيش والمقاومة خلال الأشهر الماضية، وإلى مديرية نهم في صنعاء التي تشتد فيها المواجهات، فقد تمكنت مقاتلات التحالف من تدمير مدافع هاوزر وعربات كاتيوشا وعربات أخرى على متنها عدد من مقاتلي الميليشيا والمخلوع، وسط مواجهات على السلسلة الجبلية القريبة من نقيل بن غيلان ومديرية أرحب وبني حشيش. وقد تعجل التحركات العسكرية المتسارعة في محافظتي مأرب وصنعاء من حسم معركة العاصمة التي تعد التحدي الأكبر لقوات الجيش والمقاومة، كونها تمثل رمزية كبيرة بالنسبة للشرعية.